وينضم إلينا عبر سكايب من باريس السياسي والعراقي والمستقل الأستاذ أمير المفرجي. مرحبا بك أستاذ أمير. تحشيد لتظاهرات مليونية بالتزامن مع دخول ثورة تشرين شهرها الثالث، من خلال مراقبتكم لمسيرة هذه الثورة، إلى أي مدى تتوقع استجابة كبيرة من المتظاهرين لمليونية الأحد المقبل؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. أهلا بك. من الطبيعي أن التواصل لانتفاضة تشرين وهي تدخل الآن في شهرها السادس هو شيء ثابت لا يتغير، بالرغم من الصعوبات والعقوبات التي تحاول الحكومة من خلال النظام السياسي الطائفي أن تجعلها أمام هؤلاء الثوار، كقطع الطرق بين المحافظات الجنوبية ومناطق الفرات الأوسط والعاصمة بغداد، وكذلك نشر الأكاذيب عن مرض الكورونا الذي قد يهدد المتظاهرون، وهي أشياء قد لا تدخل في عقلية المتظاهر الشاب الذي مصمم بالخروج في مظاهرة لتكملة المسيرة، لأن الهدف الرئيسي هو إسقاط العملية السياسية والقضاء على الفساد والمحاصصة والطائفية التي يمثلها بامتياز محمد علاوي، والذي هو استمرار للعملية السياسية التي تريدها على ما أظن الولايات المتحدة بعد الاتصال الذي قام به وزير الخارجية الأمريكي، الذي طلب من محمد توفيق علاوي في أن يجد الحلول لتكوين حكومة محاصصة وكما عمل فيها في السابق، ولكن الشباب سيكون هنا لأن الهدف هو واحد، الهدف هو الهوية العراقية، وهم لم يخرجوا من أجل هدف شخصي بل هو هدف موضوعي يخص العراق من شماله إلى جنوبه. كما يبدو هذه التظاهرات تأخذ زخما أكبر وأوسع، حتى أن لجنة التظاهرات دعت للاستعداد لاقتحام المنطقة الخضراء وإسقاط العملية السياسية. هذا الاقتحام يبدو تصعيدا جديدا، كيف تنظر إلى هذه الخطوة التصعيدية من اللجنة المنظمة للتظاهرات؟ لا شك أن العزيمة العراقية هي عزيمة تتطور بتصاعد الأيام وباختلاف وتعقيد الأزمة من قبل الحكومة النظام العراقي الذي يحاول أن يخمد هذه الانتفاضة بقوة النار، وبعد أن علم الشباب المنتفض بأن النظام الطائفي الموجود لا يريد أن يخرج من العملية السياسية، ولكن يريد أن يثبت أقدامه بشخصيات وبأسماء مختلفة. إذا كل الاحتمالات واردة بحدوث دخول الانتفاضة العراقية إلى المنطقة الخضراء، ولكن أنا في اعتقادي الشخصي وبما نشاهده من عمليات قمع وعمليات منظمة تنظمها ميليشيات، سوف يكون هناك قمع شديد لمنع الثوار من الوصول والعبور إلى الأرضية الأخرى من بغداد. أستاذ أمير المفرجي، الآن أصبح التهديد بشكل علني، ليس هناك مساءلة ولا محاسبة، أيضا عمليات الاغتيال، استشهاد الناشط عبد العظيم سوادي ربما ليس آخر هذه العمليات، استشهد طعنا من السكاكين أمام منزله بمحافظة القادسية. كيف تنظر إلى اعترافات حتى ألقي اعتراف مقتدى الصدر بعدم حل ميليشيا القبعات الزرق فعليا، كيف تنظر إلى استمرار عمليات القتل على هذا النحو العلني؟ في الحقيقة أن ما يعمل به الآن من قبل نظام المحاصصة الطائفي الذي تدعمه إيران هو شيء أصبح واضحا لكل من له بصيرة وطنية، في أن هذا النظام هو نظام يقتل العراقيين بدون أي شعور بالمسؤولية، وهذا ما أثبتته تصريحات زعمائه ومن يمثله سرا وعلنية. ما تكلمت به قبل قليل عن تصريحات السيد مقتدى الصدر هي تصريحات لا نستطيع أن نقبلها من شخص يدعي بأنه رجل دين سياسي، رجل دين في العراق. قد يكون بعض السياسيون يصلون إلى حد من التهديد، ولكن لم نرى أي سياسي يصل إلى هذا الحد من التهديد وكما عمله السيد مقتدى الصدر. لقد كشف السيد مقتدى الصدر عن الحقيقة وخلع آخر ورقة من أوراق التوت التي كانت تغطي شخصيته
والتي كان يدعي بأنها شخصية أبوية، ولكن التهديد والقول بهذه العبارات التي هي عبارات يعني نستطيع أن نقول بأنها قتلان من القانون الدولي والقانون العراقي، ولكن مع الأسف العراق سلم إلى شخصيات يعني تريد أن تكون هي المسيطرة على الوضع بشخصيات دراسية ورثت يعني القيادات، وهي لا تفهم في السياسة في الحقيقة، ولكن تفهم في أنها لها شعبية معينة من قبل أمير. يعني من ناحية أخرى حقيقة في أن العراق لا يقبل بهذه الشخصيات. من ناحية أخرى، كيف تفسر إصرار مقتدى الصدر على تمرير حكومة علاوي؟ ماذا تعني حكومة علاوي بالنسبة ل يعني مقتدى الصدر وأتباع مقتدى الصدر؟ ليس هناك شيء قد أتي يعني بهذه السهولة وبهذه العفوية. ما يعمل في العراق هو نوع من الوحدة الدينية أو الوحدة الطائفية بين عائلات وبين زعماء طوائف، استطاعوا من خلال علاقاتهم الشخصية العائلية أن يصلوا إلى الحكم وأن يتفاهموا لتقسيم الكعكة العراقية وعلى حساب الشعب العراقي. ما يريد منه السيد مقتدى الصدر هو قد حسم مع السيد محمد علاوي لصلاته القريبة من السيد محمد توفيق علاوي، ولكون السيد مقتدى الصدر قد وزع وقد يعني وضع شبكاته في الوضع الداخلي العراقي في العملية السياسية، وكذلك في الخارج لاحظ من هو السفير العراقي الذي يمثل العراق في لندن، هو من عائلة الصدر. الكثير من الذين يمثلون المؤسسات العراقية التي تتمتع بالثروات هي من المؤسسات التي يعني يديرها أتباع الصدر. إذن الصدر قد حسم الوضع على أساس أنه هو من له الحق في أن يملك هذه الحقائب وهذه الثروات، وهذا طيب. بحق العراق. أمير، يعني لبت الموضوع أو يعني الثورة ومن مطالبها الرئيسية هي إسقاط العملية السياسية القائمة على المحاصصة، ولكن إلى الآن الأحزاب هي يعني تتصارع على مناصب رغم الرفض الشعبي لحكومة علاوي والأحزاب السياسية. كيف تقرأ موقف هذه الأحزاب أستاذ أمير؟ إلى أي مدى يكشف هذا الموقف عن يعني العناد أو يعني تجاهل مطالب المتظاهرين؟ في الحقيقة أن هناك مشكلتين للنظام السياسي العراقي. المشكلة الأولى هو الشعب العراقي الذي لا يريدهم ولا يقبل في أن يستمروا في الحكم، ولكن المشكلة الثانية وهي المشكلة التي لا يراها العراقي ولكن نفهمها نحن كأناس يرى المشهد يرون المشهد العراقي، لأن هناك صراع كبير على السلطة بين هذه الأحزاب حتى ولو اتفقت طائفيا في مشروعها القومي الذي تديره إيران، ولكن النعرات الشخصية لهذه الأحزاب هي التي تطغي. ولهذا نلاحظ بأن هناك مشاكل على تقسيم كعكة العراق في الحكومة التي يراد منها أن تكون في غدا أو بعد غد، ولكن أنا في اعتقادي طيب. الشخصي أخيرا يعني نرى هناك يعني مدة تطول بتشكيل الحكومة والحديث عن حكومة علاوي، وتحدث أيضا هو عن برنامج ضخم للمرحلة المقبلة، يعني كإرجاع العراق إلى سابق عهده زراعيا وصناعيا. هل هذا الكلام هو ذات الكلام الذي ردده سابقوه؟ بالطبع هذا الكلام سمعناه من السيد العبادي، وخصوصا من السياسي المخضرم عادل عبد المهدي الذي جاء بوصفته السحرية بوصفة الشخصيات التكنوقراطية التي ستعيد العراق إلى أمجاده. العراق لن يعاد إلى أمجاده إلا بحكومة وطنية من رحم الشعب العراقي وليس من رحم الأحزاب الطائفية التي جاءت على الدبابة الأمريكية وداخل العباءة الإيرانية. إذن هذا هو كلام هو درع الرماد في عيون العراقيين، ولكن العراقيين يعلمون ما يحدث في العراق، وستكون لكل حادثة حديث، لأن حكومة علاوي تريد أن تستمر وكما عمل بها سابقا من قبل الحكومات السابقة كحكومة عادل عبد المهدي وغيرها، والتي سيأكل عليها الثمن وسيشرب. السياسي العراقي المستقل الأستاذ أمير المفرجي، كنت معنا عبر سكايب من باريس، شكرا جزيلا لك.